لم تكن رحلة الحج التي شاهد تفاصيلها العالم على مدى أعوام بهذا الانسياب. ملايين المسلمين يحضرون من شتى الأقطار، يجتمعون من مئات الدول في توقيت زماني محدود، ويتنقلون في نطاق جغرافي محدود، يؤدون مناسك متسلسلة تصحبهم حزم ضخمة من الخدمات الأمنية والصحية والبيئية وبنية تحتية ضخمة لم يلتفت حين إنشائها لإشغالها في ساعات وأيام معدودة كل عام. نحن لا نفكر في التكلفة، نحن نفكر في مستوى الخدمة، لأنه كل شيء رخيص إذا عملناه لضيف الرحمن، هذا ضيف رب العالمين، يجب أن لا نستكثر شيء ونحن نقدمه له أو لراحته، يجب أن يكون الأفضل في العالم، وما دام لدينا إمكانات سوف نستخدم هذه الإمكانات لراحة الحاج والمعتمر. دولة لما بتنفق في موضوع الحج أبدا ما تفكر في عائد من العوائد، الحج عندها خدمة تسهيل حركة الحجاج وتسهيل كل ما يخص الحج والمشاعر للحاج، فأنفقت يعني جسر الجمرات كلف مليارات، القطار مشاعر كلف مليارات، عرفة فيها مشاريع ضخمة، الطرق الضخمة اللي فيها نعم، في يوم واحد ليوم واحد بعد تبقى مصانة طول السنة ومضاءة طول السنة. خارطة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تغيرت كثيراً خلال 9 عقود، نفس المكان لكن التفاصيل تحولت وتبدلت. فبعد أن كانت رحلة الحج رحلة سفر شاقة في أشهر من المسير، تصل بالحجيج لأودية قفر ينصبون خيامهم ويرون ركابهم، ومن يعود فهو مولود. ما نقدر نعرف قيمة الحاضر والنعمة والخير والأمن والأمان اللي بنعيشه إلا نعرف الماضي، يعني لابد من النظر إلى الماضي حتى نعرف قيمة الحاضر. الماضي كان صعب، يعني إذا قارنا قبل 70 أو 80 سنة الحج أو قبل 100 سنة في مكة المكرمة في المشاعر المقدسة، يعني المشاعر المقدسة كانت شبه مهملة، يعني طرق ترابية، يعني الاسفلت ما أول ما دخل الاسفلت في عهد الملك عبد العزيز، الجمرات كانت بسيطة، البيوت كانت يعني مغطية أجزاء كبيرة من منى. كنت في الحرم يومها ونظرت إلى الكعبة وقلت من هنا بدأ كل شيء، فلماذا لا نبدأ منها؟ حمل ثقيل طارت به السعودية على عاتقها في الآفاق منذ ذلك اليوم في غرة شعبان من عام 1343 للهجرة الموافق عام 1925 للميلاد، حين أصدر الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن يرحمه الله بياناً ونداءاً في ذات التوقيت لوفود حجاج بيت الله الحرام من المسلمين، متكفلاً بتأمين راحتهم والمحافظة على جميع حقوقهم وتسهيل أمر سفرهم إلى مكة المكرمة لأداء المناسك. منذ ذلك الحين انصب الجهد السعودي في تحويل هذه الرحلة لما ظهرت عليه في العقود الماضية. كان خير وبركة، خير وبركة، يعني ما نبي نتكلم عن العهود السابقة وإيش كان فيها من مشاكل ومن ظلم ومن مآسي، لكن سبحان الله التاريخ مسجل، سجل النقلة هذه كلها ومسجلة كلها في صور وفي الصحافة، مسجل كل الأحداث، يعني ما في شيء، يعني يكفي أنه لما حصل إعفاء للضرائب كانت تأخذ من الحجاج رسوم، كانت تأخذ من الحجاج رسوم رسم الحج. لم تشهد الحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين مكة المكرمة
والمدينة المنورة توسعاً على مدى التاريخ، كما شهدت في العهد السعودي. أظهر الحرم المكي الشريف بهذه المساحة الشاسعة التي ستتسع بعد 3 توسعات سعودية لقرابة 1,800,000 مصلي، كذلك للمسجد النبوي الشريف. الشيء الوحيد الذي يتناسب مع قدسية مكة والمشاعر المقدسة ومكانتها في نفوس المسلمين هي أن تكون أحدث مدينة في العالم، في العالم أجمع. ولذلك نحن نريد أن نحول مدينة مكة إلى المدينة الذكية، وأنا قد سبق وقلت نريدها أذكى من ذكية. المملكة العربية السعودية تعمل في كل عام من خلال أجهزتها المختلفة على بذل الغالي والنفيس في سبيل راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وذلك لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي يتطلبها الحاج والمعتمر. ولعل المشاريع التنموية والبنية التحتية التي تم تسخيرها من أجل أن يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم على الوجه الأكمل والأتم جاءت بناء على التحديات التي واجهتها الدولة من خلال مواسم الحج الماضية، وكذلك بناء على الحلول التي قدمتها الدول المتقدمة والعلماء والأبحاث والدراسات من قبل معهد خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة. يربط بين المدينتين المقدستين قطار الحرمين السريع، هذا الرابط الجديد على خارطة النقل في الحج بعد شبكة من الطرق السريعة. انصبت الجهود السعودية في تحويل رحلة الحج لما ظهرت عليه الأعوام الماضية. نموذجاً لهذه العناية السعودية جسر الجمرات هنا، حيث حددت الشريعة شعيرة رمي الجمرات، فقد ثلة من الحجيج حياتهم بسبب ازدحام وتكدس وصعوبة في التنظيم، ومنذ 2 عقدين مضت انتهت كل تلك الإشكالات. بحلول هذا المشروع والمنشأة الضخمة والفريدة من نوعها على مستوى العالم، أضخم مباني في العالم تبي تمر عليها تأخذ جولة فيها تشوفها ما تجي أمام توسعة المسجد الحرام أو توسعة أو منشأة الجمرات كمنشأة كاملة متكاملة مع بعضها، والتقنية اللي استخدمت فيها يعني تقنية رهيبة، مساحات جسور ضخمة داخل جسر الجمرات هذه ما تجدها في أي منشأة بالطريقة دي أبدا. يعني أنا ما بتكلم ناحية مهندسين بيتكلموا عنها أكثر، لكن الجسر بعرض مثلا 100 متر 80 متر ما هو سهل، وهذه كلها مشدودة بأعمدة، فمنشأة الجمرات كمنشأة صرف عليها شيء كثير، وبدأت في عهد الملك عبد الله يقبل رحمه في آخر عهد الملك فهد الله يرحمه له، واستمرت العملية لين اكتمل الجسر. الآن الجسر الحاجي صار يتحرك في منى في الجمرات مع التفويج بكل سهولة، بكل سهولة، ما عاد في أي تدافع أي وفيات أي حوادث، ما عاد تسجل حفظ الله سبحانه. كانت المنشأة الجمرات أو الجسر الجمرات السابق يدار بحدود من 2000 إلى 2500، اليوم يشتغل في الجمرات يوم 12 لا يقل عن 12,000 مشغل، ولكن تجد رغم ذلك أنه يدار ويمكن تصعيد الحجاج من دور إلى دور، تحويلهم من حدر إلى من حدر دون أن يشعر الحاج أن هناك اختلاف في حركته، والهدف أن توصل إلى مكان مريح ومكان آمن. ثلاثمائة وسبعون ألف حاج يتنقلون بهذا القطار
الذي يعمل كل عام 4 أيام فقط. إخواني وزملائي في الإمارة أو في غير الإمارة في كل أجهزة الدولة، وإخواني من المواطنين كذلك الذين ساعدوني في هذا المجال، أشهد بالله أنهم قاموا بعملهم وقاموا بواجبهم تجاه دينهم، تجاه قيادتهم، وتجاه وطنهم. أشهد بالله لهم بهذه الميزة التي لم أجد لها مثيل في العالم. لم تتوانى السعودية على مدى عقود في أن تقدم الغالي والنفيس في خدمة ضيوف الرحمن في سبيل راحتهم والحرص على أمنهم وسلامتهم على كل الأصعدة، أمنياً وصحياً وبيئياً. فمنذ أن تطأ أقدام الحجيج الأراضي السعودية تصحبهم العناية السعودية التي وفرت كل الإمكانيات لتقديم أفضل خدمة ورعاية لكل حاج من حجاج بيت الله الحرام. على مدى 10 سنوات مضت 150 مليون حاج ومعتمر وصلوا إلى الأراضي السعودية. قدم الخدمات لهم 100 آلاف من العاملين على أمنهم وراحتهم وصحتهم. قرن من الزمن والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن وحتى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وهي تقدم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام وتقوم بتقديم المشاريع العملاقة والضخمة على خارطة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كل عام.